صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا إنسان من الله تعالى علي بالهداية، ولكن هناك شيء واحد أريد التخلص منه، وهو وجود الدش في المنزل، فكيف الطريقة التي أجدها للتخلص من الدش الذي في المنزل؟ يا سبحان الله، الدش قاهرك ولا تقدر توخره، أخر الدش أو حطمه واسترح منه. نعم.